السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل، نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 1-0-7-2-7 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرجت تظاهرات حاشدة لحملة الشهادات العليا في بغداد للمطالبة بالتعيين وإنهاء التصويت الحكومي لمطالبهم. دعونا نشاهد هذا المقطع ثم نعود لتغريدات من بعض الناشطين فنشاهد. مصرين على إدراج أسماءنا ضمن موازنة 2021 كحل أخير، ونعدكم باستمرار اتحادنا مع كافة معتصمي بغداد من الخريجين أصحاب الحقوق التي سلبت على يدكم ويد الحكومات السابقة. وفي حال عدم إدراجنا ضمن الموازنة القادمة، سنتحد مع كافة ساحات الاعتصام في جميع محافظات العراق لنبني مستقبلنا بأيدينا غير متأملين بدولتكم. هناك وسم من الناشطين تفاعلوا معه حول هذا الموضوع في تويتر تحت شعار أو وسم المعتصمون كافة غدا موعدنا. دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا من هذه التغريدات التي وردت. سارة تقول: إلى متى سيظل السياسيون متلبسين بكذبات ووعود أمام أبناء شعبهم والشريحة المثقفة من كفاءات هذا الشعب؟ في تغريدة أخرى لدينا من أثير يقول: موازنة 2021 هي حقنا ولن نسمح بتمريرها دون إدراج حقوقنا. في تغريدة من دعاء تقول: لم تنصفنا الحكومات المتعاقبة، إلى متى يستمر هذا التهميش لحامل الشهادة العليا؟ تجمع وطن لحملة الشهادات العليا، المعتصمون كافة غدا موعدنا. وفي آخر التغريدات لدينا في هذا الموضوع علي يقول: أنصفوا حملة الشهادات العليا للمعطلين عن العمل قسرا، نطالب بإطلاق درجات حركة الملاك وإدراج فقرة لحملة الشهادات العليا المعطلين عن العمل ضمن الموازنة. إنهاء اعتصامنا مرهون بضمان حقوقنا فيها. تجمع وطن لحملة الشهادات العليا. كانت هذه طبعا ما لدينا من تغريدات في هذا الموضوع. أقام المتظاهرون في محافظة باب المهرجانا استذكارا ووفاء لشهداء ثورة تشرين الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن. دعونا نشاهد. الموت أشوفك شي أبي وترجع كيت لهم كيت لهم لين تيراد وطن يلوقي لهم عريس ما يلوقي التفت أمتي اعتني الثوار تقلهم غوسوا يمي أريد أتذكر ماما مؤيد. أنا بساحة التظاهرة. لا لا خالة لا. جاية أنا وياكم خالة. أبو الشباب. مشي عليك أبو باطل. خرجت مسيرات حاشدة جابت شوارع محافظة بابل بعد هذا المهرجان وسط هتافات للشهداء ومطالبات بضرورة محاسبة القتلة. دعونا نشاهد هذا المقطع. ترجمة
فلنتابع التعليقات التي وردت حول هذه المقاطع أو هذين المقطعين. حيدر القاسم يقول: الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار. في تعليق من شمس الزهراء تقول: الله يرحمه برحمته الواسعة ويصبرك يا يمه، الله يساعدك ويكون بعونك، شنو ذنب شنو ذنب شبابنا هذا القاعد يروح بعمر الورد، يا رب رحمتك. في تعليق من قاسم يقول: الله يرحم شهداء المظاهرات في كل محافظات العراق واللعنة على من قتلهم. آخر تعليقات من مروان يقول: الرحمة والمغفرة لشهداء ثورة تشرين والصبر والسلوان على قلوب أحبائهم وذويهم. كانت هذه ما لدينا من تعليقات في هذا الموضوع. شنت القوات الحكومية حملة اعتقالات ضد الناشطين والمتظاهرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، كما أكدت مصادر صحفية أن حملة الاعتقالات جرت بالاتفاق بين قيادات تابعة للتيار الصدري وبين مصطفى الكاظمي. دعونا نشاهد. سكتي غاضب. في نفس الموضوع استنكر ناشطون على منصة تويتر عبر وسم مقتدى الغدر حملة الاعتقالات الحكومية التي يتعرض لها الناشطون في التظاهرات بمدينة الناصرية. دعونا نشاهد بعضا من هذه التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. صباح يقول: تقديم شكوى بحق مقتدى الغدر إلى مجلس الأمن الدولي واجب وطني. في تغريدة من دانيا تقول: بدايتها دم، واضحة خطة الإصلاح، مقتدى الغدر. محمد غازي يقول: مع كل فرصة للحصول على رئيس الوزراء يقدم مقتدى دماء المتظاهرين كهدية للأحزاب، أمس سوى مجزرة على مودي نصب محمد توفيق علاوي واليوم يطمح لإعادة المحاولة، مقتدى الغدر. مصطفى كامل يقول: بلا خوف أو وجل وبوعي عميق، شباب العراق عبروا كل الخطوط الحمراء التي خطها العملاء السفلة وقتلوا دونها آلاف العراقيين. كانت هذه جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. في موضوع آخر، وفي استمرار مسلسل النزاعات العشائرية وغياب مفهوم القانون والدولة، أظهر مقطع مصور اندلاع نزاع عشائري في محافظة البصرة، وذلك في غياب تام للقوات الحكومية التي فشلت في اعتقال حاملي السلاح في البصرة على عكس ما قامت به في مدينة الناصرية من انتهاك واعتقال ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بوطن حر وبحصر السلاح بيد الدولة. دعونا نشاهد هذا المقطع. بابوس خير. هاي فيديو بابوس خير. ها هاي البوابة، هذا قبل البوابة بابوس خير. دعونا نتابع بعضا من التعليقات التي وردت حول هذا المقطع في فيسبوك. في تعليق من مهدي المياحي يقول: حكومة بس على الفقير. في تعليق من إبراهيم: نزاع استهتاري تحت حكومة هزيلة. سالم أبو مصطفى يقول: بسبب ضعف الدولة مع الأسف، هذا ما يحدث في البصرة أو في جنوب العراق بشكل عام. صاحب العزاوي يقول: والحكومة مرتاحة كلش لهذه الأمور. طبعا تستمر النزاعات العشائرية في جنوب العراق، يستمر حمل السلاح خارج إطار القانون والدولة، تستمر الوعود الحكومية بحصر السلاح بيد الدولة، لكن لا تنفيذ ولا تطبيق على أرض الواقع. نراكم بعد قليل.
الآن مع فقرة أنت ترى، وردنا عبر هذه الخدمة التي تخصصها قناة الرافدين الفضائية لمشاهديها الكرام مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هو وردنا بشكل خاص زار متظاهرو بابل الشاب المصاب عبدالله الجعيفري بعد أن قامت القوات الحكومية بالاعتداء عليه وضربه أثناء مشاركته في التظاهرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين. ناشطون أكدوا رفضهم الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين السلميين. دعونا نشاهد. فجأة تواجدت قوة توجهت نحو الساحة مال المظاهرات، قوة ملثمين وسيارات سود وهذه نزلوا على الساحة مال المظاهرات. صار ضرب عنيف للمتظاهرين المتواجدين واقفين، فكنت أنا أحد ذول اللي متواجدين، فوقعت يعني ضربوني، وقعت ضربوني بالإحراب. هي كانت ضربتهم يعني نية قتل، مو نية أنه مثلاً ردع أو تفريق مجموعة محتجين أو غيرها. بلشوا ظلوا يضربون بيها بالإحراب بما فيهم أكو يعني واحدة من الضربات ضربني بوجهي فصديتها بهاي إيدي مثل ما أشوف هسه، بوجهي صديتها انفتحت إيدي، هاي ضربات برأسي يعني مجموعة إحراب. بالإضافة لذلك أكو هواي كدمات يعني كهرباء وعصي وغيرها ظهري وهذي، لحد ما فقدت الوعي. هاي شوف الكهرباء، هاي الكهرباء، هاي صورها كلها كهرباء، تعذيب عذبوني. وهاي باع القصة ماتي حربة، هاي احراب وماكو رحمة وكلها كهرباء، فاستخدموا كل ابشع طرق التعذيب. وانا يعني ان شاء الله مستمرين وما تخوفنا هاي الاشياء كلها، ان شاء الله بعون الله باقي على هذا الطريق. هاي سلميتنا، خلي نشوف الناس سلميتنا، هاي السلمية، وراح نحط دماء اكثر واكثر واكثر وتبقى سلمية. أهلا بكم من جديد. الآن مع فقرة الخبر المزيف. تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يدعي ناشروه أنه يظهر اشتباكات عنيفة وتبادل لإطلاق نار في مدينة مأرب اليمنية، لكن الحقيقة أن المقطع الذي ستشاهدونه بعد قليل يصور نزاعا عشائريا في محافظة البصرة في العراق بحسب ما أكده صحفي وكالة فرانس بريس في بغداد. دعونا نشاهد. الآن مع فقرة صندوق الورد، وردتنا رسالة عبر منصاتنا الإعلامية تحديدا فيسبوك، دعونا نقرأها لحضراتكم. الرسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. أصبح لزاما علينا أن نضع رؤى حقيقية وواقعية لإجراء عمليات الإصلاح الفوري لقطاع الطيران في العراق من أجل الحفاظ على تاريخ الطيران العراقي المشرف ورفع شعار وضع الشخص المناسب في المكان المناسب للحفاظ على سمعة كوادرنا في هذا المجال وتوفير فرص عمل للخريجين بتخصصات الطيران. نهاية الرسالة. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن ترسلوا لنا ما تشاءون وما ترغبون في عرضه عبر شاشتنا وسنقوم بعرضه إن شاء الله. بإمكانكم أن ترسلوا لنا عبر مختلف منصاتنا الإلكترونية. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة الهاشتاج. عبر ناشطون عبر منصة تويتر على وسم جمعة الناصرية عبروا عن تضامنهم مع المتظاهرين في الناصرية وضرورة مساندتهم في الخروج بتظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين. دعونا نشاهد جزءا من هذه التغريدات.
محمد فوزي اللامي يقول: الجميع كان ينتظر ماذا سيجري في الحبوب بعد التحشيد ضدها، لكنها صمدت وتكسرت قوارب الغزاة على أبوابها وأثبتت أنها عاصمة تشرين وتجدد الأمل، وتجدد الأمل لنقف مع أبطال ذي قار يوم الجمعة، جمعة الناصرية. في تغريدة من مرتضى يقول: ستبقى الناصرية عصية على كل الأحزاب السياسية وعصية على كل الأحزاب السياسية والقوى الفاسدة والقمعية. في تغريدة من إبراهيم: مهما قتلت بالثوار ومهما صفيت الناشطين والوطنيين، الثورة راجعت لكم، الثورة هي أمل العراق الوحيد، لا أمل للعراق غير الثورة. وآخر التغريدات من عبد الله أحمد يقول: كلما نفقد الأمل بالخلاص من الطغاة، تجي الناصرية بشجاعة ولدها تعيد لنا هذا الأمل. اتركوا أحرار الناصرية يتنفسون الحرية، لن يرضوا بالعبودية. كانت ولا تزال الناصرية هي رمز مشرف جدا في ثورة تشرين وعلامة بارزة في هذه الثورة. صمدت أمام بطش القوات الحكومية والمجزرة التي ارتكبها جميل الشمري، وصمدت أمام مجزرة ارتكبها أيضا مقتدى الصدر وميليشياته، وصمدت أمام محاولات كثيرة وستصمد، لأن هدفها وطني وليست أهدافا يعني مدفوعة الثمن أو مدفوعين ميليشيات مدفوعة إلى هذه الساحات لقمع المتظاهرين. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة القصص المنوعة. طبعا في ظل الأزمة الكبيرة التي افتعلتها فرنسا تجاه العالم العربي والإسلامي بشكل عام، والهجوم الفرنسي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الدين الإسلامي، هذا هجوم مستمر طبعا، لكن دعونا نتعرف الآن على شيء قد يكون غريبا لدى البعض. 400 كلمة فرنسية أصلها عربي. هذا المقطع منتج من مجلة ميم، دعونا نشاهد. دعونا نتعرف على تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة ودون تدخل عنصر بشري في مكان الاغتيال. هذا المقطع من إنتاج شبكة AJ Plus عربي، دعونا نشاهد. We'll be right back.
ونتابع الآن وثائق سرية مسربة تكشف سوء تعامل السلطات الصينية مع أزمة فيروس كورونا. هذا المقطع من إنتاج شبكة أنا العربي، فلنشاهد. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.